رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة بترحب بجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. قبل أن نبدأ وقائع هذا المؤتمر، أريد أن أوضح ماهية وحقيقة لجنة التحفظ، وهل هي لجنة قضائية أم هي لجنة إدارية. على الأقل بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية، لأن بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية سبق وأن التقينا كثيرا وهم يعرفون طبيعة هذه اللجنة. لجنة التحفظ صدر الحكم رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، هذا الحكم بعد أن أصبح نهائيا وباتا. صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ هذا الحكم، فلكي ينفذ هذا الحكم صدر القرار بتشكيل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة. صدر القرار برقم 1441 لسنة 2013، ثم تم تعديله بالقرار أيضا، قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، بالقرار رقم 950 لسنة 2014. نص هذا القرار على أن لجنة التحفظ هي لجنة قضائية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، بتشكل من القضاة، من عدد من القضاة، وبيرؤس هذه اللجنة قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف. الأمانة العامة لهذه اللجنة أيضا مشكلة من عدد من السادة القضاة، وأيضا عدد من السادة أعضاء الهيئات القضائية، ويرأس الأمانة الفنية قاض بدرجة رئيس استئناف، وهو الأمين العام للأمانة العامة وللجنة. وبالتالي يتضح من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الأمانة العامة لهذه اللجنة أنها لجنة قضائية بحتة، والقرارات التي تصدر عنها هي قرارات قضائية وليست قرارات إدارية. بعد هذا التعريف باللجنة والأمانة العامة لهذه اللجنة، برنامج هذا المؤتمر بيقوم على محورين. المحور الأول وهو عرض للمعلومات التي تحصلت عنها، التي تحصلت بها اللجنة، كافة المعلومات من خلال الوثائق والمستندات التي تم الحصول عليه. المحور الثاني وهو آخر أعمال لجنة التحفظ ما أصدرته من قرارات حتى تاريخ اليوم. هنبدأ بالمحور الأول وهو ما تحصلت عليه اللجنة من معلومات. هذه المعلومات قسمناها إلى عدد من الملفات، كل ملف من هذه الملفات يحمل عنوانا معينا، وداخل هذا الملف بتوجد بعض المستندات، وأيضا كل مستند من هذه المستندات يحمل عنوانا معينا. هذه العناوين التي توجد على المستندات ليست من تسمية اللجنة، ولكن هي كما وجدتها اللجنة على كل مستند من هذه المستندات. هنبدأ الأول أو أولا هنبدأ بالملف وهو الملف الخاص بالقضاء، وكيف كان كيف كانت تتعامل جماعة الإخوان مع الملف القضائي. هنبدأ بعرض الملف من خلال
البريزنتيشن الذي سيتفضل أمين عام اللجنة بعرض ملخص له، ثم بعد قراءة الملخص سأوالي مناقشة ما تم العثور عليه من مستندات أو الحصول عليه من مستندات بالنسبة لهذا الملف. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فيما يتعلق بموقف جماعة الإخوان من المحكمة الدستورية العليا والقضاء بصفة عامة، تم العثور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، مقترح فيه أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وكذا خفض سن معاش القضاء إلى 60 عاما. وهذا هو المستند الذي يشير إلى ذلك. ثم تم رصد توصيات أمانة الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية بضرورة استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وعمل تسريبات بوجود قرار بحلها في درج الرئيس. وهذا هو المستند، وسيكون أوضح، هيسلم لحضراتكم وسيكون أوضح بفعل إضافة. يوجد مقترح أيضا تم العثور عليه داخل مقر الحزب، مقترح مسمى مقترح دعم النائب العام، وهذا المقترح من خلال الإسراع في تعيين دفعة جديدة وتعيين دفعات استثنائية في مختلف الدرجات من المحامين، وتقديم بلاغات بملفات مدعومة فنيا، وسحب جميع اختصاصات النائب العام، وتغيير مدير التفتيش القضائي وتفتيش النيابات، وتغيير وزير العدل. وهذا هو المستند هيسلم لحضراتكم. تم وجود مستند بلاغ مقدم من بعض المحامين التابعين للجماعة بالطبع، تنفيذا للتوصيات السابق بيانها ضد المستشارين أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم بإلغاء القرار الجمهوري بعزل النائب العام تعيين طلعت عبد الله نائبا عاما. ده المستند بالمقترح. ايضا بشأن التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية التي كان تم الإعلان عنها، وجد مقترح مقدم بشأن التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية بتجذيب مقولة أن القضاء يطهر نفسه بنفسه، وإبراز أن معظم القضاة الفاسدين ما زالوا على منصة الحكم. وهذا هو المستند في شأن التعامل في قضية النائب العام وما أثير حولها في تلك الأثناء. وجد مقترح مقدم في شأن التعامل في قضية النائب العام، مقترح فيه أن يتم الطعن على الحكم الصادر بإلغاء قرار عزله، وإقامة دعوى عدم اعتداد بالحكم والحيلولة دون إبعاد النائب العام المعين بأي حال قبل 30/6. وهذا هو المستند. وجد أيضا مقترح آخر بشأن الخروج من أزمة النائب العام عن طريق الترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى كل على حدة، أو على الأقل 4 منهم، خاصة رئيس المجلس، يقصد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لاختيار نائب عام جديد تختاره رئاسة الجمهورية بدون معرفة الرأي العام، ويقدم النائب العام استقالته على ألا يتم قبولها من رئيس الجمهورية إلا بعد التأكد من ترشيح المجلس للشخص المقترح من الرئاسة. مستند تحت عنوان مقترحات خاصة بالمشهد الحالي، وكان بيتناول تحليل المشهد الحالي. اقترح فيه مكتب الإرشاد أنه في حالة إصرار، هذا المستند هام جدا، أنه في حالة إصرار المحكمة الدستورية العليا على إصدار أحكامها يتم مواجهتها على النحو التالي، وهيبان لحضراتكم خطوات المواجهة.
الخط الأول إصدار مرسوم بقانون لتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا أو يتم غلق مقر المحكمة ووضع حراسة عليه وإيصال مرتبات أعضاء المحكمة إليهم في بيوتهم. بعض العبارات كما هي نقلت لحضراتكم كما هي مدونة في المستند. ثم يتم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الأفراد الذين خرجوا عن مقتضى وظائفهم جنائيا، وهذه العبارات بالنص موجودة داخل المستند. اثنين، البند الثاني في المخطط إسناد توجيهات إلى الرئاسة بأن يدعو رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه لرئيس المحكمة الدستورية بضرورة تحديد موقفهم وإعلان ذلك بمؤتمر صحفي يعلن فيه التزامه بالإعلان الدستوري. فإذا ما رفض رئيس المحكمة الدستورية أو راوغ، فيصدر الرئيس مرسوم بالقانون المقترح الذي يجمد فيه عمل المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يؤكد تدخل مكتب الإرشاد مباشرة في توجيه وتكليف رئيس الجمهورية بتنفيذ سياسات مكتب الإرشاد. هذا هو المستند. وجد أيضا بعض المستندات بعنوان رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلى قضاء وقاضي مستقل. عنوان المستند رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلى قضاء وقاضي مستقل، والذي تضمن مشروع الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية بكافة مؤسساتها من خلال مخطط على 3 مراحل، ويتضمن عمل فرز الخطة مع القضاء، يتضمن عمل فرز لعناصر القضاء ما بين موالي وغير موالي، ثم تمكين الموالي وتحجيم أندية القضاء واستبدال النائب العام بقضاة تحقيق من الموالين المتعاونين، لأن النائب العام لن يتفاعل مع ما سيطلب منهم. وكذا إلغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها لمحكمة النقد، وتخفيض سن المعاش على 3 مراحل ليصل سن 60 بهدف استبعاد قضاة بعينهم، وكذلك توحيد الهيئات القضائية لإحلال بعض من أعضاء هذه الهيئات في القضاء العادي ومجلس الدولة، وفرض رقابة على أعمال القضاء بإنشاء إدارة للرقابة القضائية. هذه هي المستندات التي بها هذه المقترحات. ده اللي تفضل معالي الوزير. زي ما شرح السيد القاضي الأمين العام للجنة ملخص عن كيف كان خطة جماعة الإخوان في التعامل مع الهيئات القضائية والسلطة القضائية، اللي عاوز أقوله أن هذا الكلام موثق بمستندات. يعني مثلا بالنسبة لتخفيض سن القضاء من 70 سنة إلى 60 سنة، هذا موثق بمقتضى مستند. هذا هو المستند كما عرضه، مشروع قانون رقم، ما كانش لسه عطوله رقم لسنة 2013، نص فيه في المادة 3 من هذا المشروع بقانون تستبدل عبارة 60 عاما بعبارة 70 عاما في كل من المواد 69 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 72، و 123 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72، و 29 من القانون رقم 75 لسنة 63 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، ألف من القانون المادة 1 من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق المواد 130 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 72، والمواد 14 إلى 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79. كان المقصود من هذا المشروع هو تخفيض سن القضاء
ليس للصالح العام وإنما كان بقصد التخلص من بعض قضاة بعينه. بالنسبة لمسألة أو موضوع حصار المحكمة الدستورية، المستند اللي تم ضبطه، هذا المستند بيدينا فكرة على أن حصار المحكمة الدستورية لم يكن عفويا أو نتيجة ظرف طارئ، وإنما كان مؤامرة ومخطط له تخطيطا دقيقا، بدليل ان هم بيقولوا ضرورة التوصيات، توصيات مكتب الارشاد بتقول ضرورة استمرار الاعتصام امام المحكمة الدستورية حتى الاستفتاء، وكانوا مقسمين الدور بالنسبة للحصار ان كل محافظتين زائد دائرتين من القاهرة ودائرة من الجيزة كل يوم عشان يبدلوا الأفراد اللي هم بيقوموا بالحصار، ويبقى مقسمينها محافظات، كل محافظة أو الجماعة المنتمين للأفراد المنتمين للجماعة من المحافظة كذا مع دوائر كذا عشان يستمر هذا الاعتصام حتى الاستفتاء. كمان كان بيقولوا أن احنا نعمل تسريبات بوجود قرار بحل المحكمة الدستورية، وهذا القرار يبقى موجود في درج الرئيس كما كانوا يقولون على حل البرلمان. أيضا من ضمن مخططهم استغلال مواد الدستور الجديد لإثارة التنافس بين أعضاء المحكمة الدستورية على البقاء، ستكون من 11 قاضي فقط، بمعنى أن هم عاوزين يخلوا أعضاء المحكمة الدستورية يتنافسوا مع بعض، طبعا لصالحهم، اللي هيبقى في صفهم يبقوا عليه واللي هيبقى مناوئ ليهم هيفصلوه بعد أن قرروا أن تكون أعضاء المحكمة من 11 فرد. أيضا من ضمن خطة الحصار استغلال شرعية حصار الاتحادية والجمعية التأسيسية بمجلس الشورى ومجلس الشعب ومجلس الوزراء ودار القضاء العالي والمحكمة الدستورية في وقت سابق، والمنطقة الشمالية ووزارة الدفاع والسفارة الأمريكية لإطفاء شرعية على حصار المحكمة الدستورية. يعني عاوزين يدوا شرعية للحصار على المحكمة الدستورية بما تم من حصار قبل ذلك للأماكن اللي احنا سردناها. أيضا بيقولوا التجاهل التام لمحاصري الاتحادية وإبراز فشل، يعني ان الحصار اللي كان تم للاتحادية عاوزين يبرزوا فشل، انه قد تم فشل. التجاهل التام لموضوع العصيان المدني قبله وابراز فشله بعد يوم الثلاثاء. استغلال بعض او استغلال اضراب بعض الجرائد المستقلة يوم الثلاثاء، وفي هذا اليوم بيقولوا بقى يعملوا ايه، ان هم ينزلوا جريدة الحرية والعدالة تنزل يوم الثلاثاء بأعداد مضاعفة وملحق للدستور معه. أيضا استغلال إضراب بعض القنوات الفضائية يوم الأربعاء، وفي هذه الحالة هم يعلنوا عن برنامج قوي يوم الأربعاء، برنامج مع محمود مكي وسيد عبد الفتاح ومعتز عبد الفتاح، الإعلان عنها بشكل قوي عشان يسدوا الفراغ اللي كان هيحصل من بعض القنوات. في مسألة دعم النائب العام، كان من ضمن المخطط في انهم كيف يدعموا النائب العام الجديد المعين من قبلهم، ان هم بيقولوا تغيير مدير التفتيش القضائي وتفتيش النيابات، تغيير وزير العدل بوزير قوي وامين. ليه؟ ايه الاسباب اللي عاوزين يغيروا عشانها وزير العدل انذاك اللي كان موجود؟ اولا لضعف الوزير امام الجهات القضائية، اثنين تركه الوزارة لابنه محمود ليديرها. بيقولوا يعني ان الوزير كان سايب الوزارة لابنه، كان عنده ابن اسمه محمود هو اللي بيدير الوزارة. ثالثا وجود مشكلات قضائية ضد هذا الوزير بين قوسين استيلاؤه على اراضي للدولة.
هذه الأسباب اللي هم بيقولوها على الوزير بتاعهم وزير العدل بتاعهم أنا ذاك اللي هم كانوا عاوزين يغيروه. أيضا قدموا بلاغ لمجلس القضاء الأعلى علشان الدائرة التي أصدرت الحكم ببطلان قرار تعيين النائب العام اللي هو كانوا معينينه ورجوع النائب العام السابق عليه المستشار عبد المجيد محمود. فكانوا مقدمين بلاغ لمجلس القضاء الأعلى وبيقولوا في البلاغ إيه؟ الأمر الذي يستحق معه مؤاخذة هذه الدائرة تأديبيا والنظر في إحالتهم إلى التقاعد لعدم الصلاحية، علشان الدائرة أصدرت هذا الحكم بما يتفق والقانون، عاوزين يقدموا هذه الدائرة للمحاكمة التأديبية وإحالة قضاة هذه الدائرة إلى لجنة الصلاحية. أيضا من ضمن المستندات في تحت عنوان هم كاتبينه في التصور المقترح في التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية، بيقولوا لقد علونا بسقف مطالبنا بدعم وتأييد من الشارع، بين قوسين جمهورنا على الأقل، ومن ثم فإننا إذا لم نحقق مكاسب فعلية وحقيقية على الأرض سنخسر تعاطف هذا الجمهور المتفاعل معنا والذي يحذرنا في كل لحظة من التراجع. لقد تم فتح الملف ودفعنا ثمنا بالفعل، لذلك لا يمكن العودة من حيث بدأنا إلى المربع رقم صفر، وإلا سنكون قد دفعنا ثمنا بلا مقابل، والمزاج العام في مصر الآن لا يقبل الضعفاء، ونحن مقبلون على معركة حقيقية اللي هي انتخابات أظن انتخابات النواب، فضلا عن أننا في كل مرة سنفتح فيها القضية سندفع ذات الثمن. إن تحقيق أقصى المكاسب يتطلب منا استمرار اشتعال القضية بلا تنازلات مطلقا على الأقل في هذه المرحلة، لتمرير ما نبغيه من قوانين تحت صخب المعركة الرئيسية وإبطال كيد الخصوم. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، فضلا عن استمرار أن استمرار اشتعال المعركة سيدفع بهم للضغط في كل اتجاه، فتتبين مكائدهم وأدوات الضغط لديهم فنعمل على إبطالها. أهم الرسائل على لسانهم بيقولوا أن أهم الرسائل التي يجب توصيلها الآن هي أننا السلطة الحاكمة في هذا البلد والسلطة المالكة للتشريع، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يتعامل في أي أمر من هذه الأمور المتعلقة بالدولة وسلطاتها دون أن يقيم لنا وزنا وكأننا غير موجودين، وأننا نستطيع أن نضرب ونؤلم وأحيانا نطيح بخصومنا، وأننا الطرف الأقوى في هذه المعركة سواء كانت معركة قانون أو دستور أو معركة واقع، وأن لدينا استعداد لتوسيع مجال المعركة في أي وقت. أهم القوانين بقى التي يجب تمريرها ولا نحتاج فيها إلى أغزراء على لسانهم طبعا، قانون محاكمة رئيس الجمهورية، قانون محاكمة الوزراء، قانون التعيين في الوظائف العامة، قانون مجلس الدولة، قانون المحكمة الدستورية العليا، قانون إلغاء لجان فض المنازعات. في كيفية التعامل مع قضية النائب العام بيقولوا تحت عنوان استمرار المخطط، إن المخطط المستمر منذ قيام الثورة والذي اشتد بعد انتخاب الدكتور مرسي رئيسا هو أن يظل القضاء قاطرة الثورة المضادة التي تؤمنها من العقاب لتدعم حركتها بكل أجنحتها، الإعلام ورجال النظام السابق ورجال الأعمال الفاسدين والأجهزة السيادية المناوئة والمحتشدون على الأرض.
إن حقيقة هذا المخطط هو المجيء بنائب عام تفصيل كما يريدونه هم، يكون رأس حربة الثورة المضادة، لذلك يجب أن يرد على هؤلاء قصدهم السيء ليبقى المستشار طلعت عبد الله أحسن الحلول المطروحة أمامهم فتلغي دائرة المختصة بمحكمة النقد الحكم الحالي. طيب كيف نصل إلى هذا الحل؟ كيف يصل إلى هذا الحل؟ بيقولوا بقى نحن زمام المبادرة، قبل أن يقوموا بذلك نحن في معركة شرسة مع خصم لا خلاق له، لذا لا يمكن أن نظل نبلاء فيها دائما، بل لا بد من الضرب تحت الحزام على النحو التالي: نشر فضائح القضاة من خلال آخرين مستعدين لذلك، كانوا بيجندوا البعض علشان ينشروا بعض الفضائح للقضاة كما يقولون، لا بد من دعم القضاة المؤيدين لنا والمتعاطفين معنا، وذلك بحسن إدارة هذا الملف بدءا من تعيين وزير عدل جديد يجيد التعامل مع هذا الملف، ومرورا بتغيير رؤساء المحاكم الابتدائية وتعيين شخصيات غير موالية للنظام السابق. وزي ما عرض السيد الأمين العام كيف آلية التعامل الآتي مع الحكم، اللي هو الحكم اللي كان صدر ببطلان قرار تعيين النائب العام، زي ما قال ان هم كان عندهم ان يطلبوا من مجلس الدولة قسم الفتوى والتشريع كيفية فك التعارض ما بين القرار التعيين النائب العام وحكم المحكمة وحكم محكمة الدائرة الاستئنافية أو دائرة طلبات رجال القضاء التي أبطلت هذا التعيين. كيفية الخروج من أزمة النائب العام، زي ما قال برضو في العرض، الترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى كل مستشار على حدة دون معرفة الآخرين أو على الأقل 4 منهم، خاصة رئيس المجلس، وذلك لاختيار نائب عام جديد تختاره رئاسة الجمهورية بدون معرفة الرأي العام والشارع المصري، يعني عاوزين يختاروا النائب العام ويعينوه بدون معرفة الشارع المصري والرأي العام، تعنيم في الخفاء. أيضا أن يستقيل النائب العام ويضع الاستقالة تحت تصرف رئيس الجمهورية، على ألا يقبل رئيس الجمهورية استقالة النائب العام اللي هم معينينه يعني، إلا بعد التأكد من ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للشخصية المقترحة كنائب عام. بيختتم هذا المستند بيقولوا ملحوظة مهمة، هم اللي كاتبين يعني مش احنا، بيقولوا ملحوظة مهمة: يجب المضي في النضال القانوني بكافة أشكاله التي كفلها الدستور والقانون لإلغاء حكم النائب العام حتى لا يكون تكئة أمام القضاة ضعاف النفوس لهدم جميع مؤسسات الدولة لاحتواء الحكم على الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية. برضو بيقولوا ان في مقترحات خاصة بالمشهد الحالي في القضاء، طبعا من ضمن مقترحاتهم اذا اصرت المحكمة الدستورية على اصدار احكامها يعملوا معها ايه؟ يصدر مرسوم بقانون يقولوا فيه: نظرا لمخالفة المحكمة الدستورية الاعلان الدستوري وتجاوزها في اختصاصها، فانه يتم تجميد عمل المحكمة الدستورية لحين الانتهاء من إقرار الدستور وتحديد اختصاصها فيه. أيضا كما يتم غلق مقر المحكمة ووضع حراسة عليه وتصل مرتباتهم إليهم في بيوتهم. بالنسبة أيضا بيقولوا بالنسبة لإضراب القضاء، هو طبعا في هذا التوقيت لم يكن القضاء يضربون عن العمل، وإنما كان تعليق للعمل وليس إضراب. القضاة لا يضربون عن العمل،
وإنما كانوا يعلقون العمل احتجاجا على ما كان يتم في هذا الوقت في التعامل مع السلطة القضائية. ده تقريبا كل ما كان سيتم التعامل معه في الملف القضاء. نعرض أيضا للملف رقم 2 وهو فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي لجماعة الإخوان. تفضل. فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي، تنظيم الجماعة الداخلي، تم العثور على بطاقات التصويت الخاصة بانتخابات المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمهام والشروط المنصوص عليها في اللائحة العامة الخاصة بهم، وده أسماء الأسماء المقترحة للأربعة اللي ترشحوا لمنصب المرشد. تم العثور على أوراق تنظيمية صادرة عن قسم الأخوات بمكتب الإرشاد موجه إلى الدكتور سعد الكتتني ومرسل من الدكتور محمد عبد الرحمن بتاريخ 2/2/2013 عن كيفية استغلال الفتيات الصغيرات والطالبات وزوجات وبنات عناصر الجماعة في الانتخابات تحت مسمى مشروع الزهرات في انتخابات البرلمان، والدعم الفني من ورشة الطالبات في الانتخابات، والدعم المقدم من ورشة البيوت للانتخابات البرلمانية. ده المستند اللي بيوضح. عثر أيضا على مستند خاص بلقاء المكتب والأقسام مع مكتب الإرشاد. المستند ده تاريخه يوم السبت الموافق 8/6/2013، وانتهى اللقاء إلى الدعوة لجمع الإخوان وتكوين مجموعة فعاليات كفاعلية سد النهضة، وتكليف جميع الإخوان بالاستعداد لأي صيحة، وأن يكونوا جاهزين لأن يطلبوا في دقيقتين. هذا هو تعبيره، هذا هو المستند. تفضل سعادة الرئيس. هذا الملف يعني ما فيش كتير اكتر من اللي قاله السيد الامين العام، الا انه يعني كانوا هم بالنسبة لقسم الاخوات بيقولوا الدعم الفني للانتخابات البرلمانية في المجالات المختلفة، في مجال البيوت، في دائرة العمل مع شريحة الشباب، في اللقاءات التربوية وعلى مستوى الفرد، في مجال طالبات السنة والإعدادي، في مجال الزهرات، في مشروع التربية المفتوحة للربط العام. يعني هم كانوا بينزلوا إلى يعني جميع المستويات حتى طالبات الثانوي والإعدادي، وبيقولوا بقى أن يعني في الدعم المقدم من ورشة البيوت للانتخابات البرلمانية، البيت المسلم والانتخابات، دور الأسرة مجتمعة، يعني ازاي الأسرة تدعم انتخاباتهم، ألف استحضار نية نصرة الإسلام، عمل الأسرة كلها بروح أصحاب المشروع أسرة أبي بكر، تجميع الأسرة لصلاة الحاجة والدعاء والصيام والقيام، إرسال رسائل على الموبايل، وهذا موقع مجاني يمكن عن طريق إرسال 5 رسائل مجانية، استغلال الوسائل الحديثة، استثمار العلاقات مع المحلات التجارية المحيطة في توزيع المواد الدعوية والدعائية، وبعدين بيبينوا دور الأب والأم. ثم اللقاء الذي تم اللي هو بيسموه لقاء المكاتب والأقسام مع مكتب الإرشاد، وكان حضر طبعا كافة الشخصيات أو قيادات جماعة الإخوان. ف
فتحت عنوان كلمة فضيلة الأستاذ بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد إليكم الله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. أخوتي وأحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لو خط بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. ده تقريبا الملف الخاص بالتنظيم. نتناول الملف رقم 3. الملف الثالث بشأن سيطرة المحظورة على الحكم وقت تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية. تم العثور على مستندات. قبل أن أستكمل أوضح لحضراتكم أن جميع المستندات ستجدوا أسفل منها عندما توزع على حضراتكم علامة مائية في نهاية المستند. هذه العلامة خاصة بمكتب الإرشاد. جميع المستندات مزيلة بعلامة مائية في نهايتها. هذه العلامة خاصة بمكتب الإرشاد. تم العثور على مستندات تبين أن من يقوم بإدارة البلاد فعليا هو المرشد العام لجماعة الإخوان ومكتب الإرشاد، وهو الذي يقوم بتوجيه الحزب والرئاسة والحكومة بأوامر مباشرة صادرة منهم، فضلا عن قيامه باختيار الوزراء والمحافظين ونوابهم ومساعديهم. ومنها تقرير إجمالي يوضح فيه التنسيق بين الجماعة والحزب ومؤسسة الرئاسة الثلاثة معا في تقرير واحد. وفي التقرير المعد بمعرفة مكتب الإرشاد تم تحديد العلاقة على أنها علاقة مرجعية تجاه المواقف الهامة وإلزام الحزب بها ولا يخرج عنها ولا يتعارض معها. وتم الاتفاق على عدد من النقاط تمثل اختصاصات الجماعة في العمل السياسي وتكوين الرؤية السياسية العامة، وكذلك تختص الجماعة بحشد الجماهير للعمليات الانتخابية والقيام بالتربية السياسية للصف وتأهيل كوادر من الإخوان للقيام بمهام العمل السياسي داخل الحزب وخارجه. وأوضح التقرير التفصيلات النتائج المستخلصة في نهاية التقرير بآليات التنسيق بين الجماعة والحزب، حيث تم تشكيل لجنة تتكون من قيادات الجماعة والحزب برئاسة نائب المرشد، وتجتمع تلك اللجنة كل أسبوع وتعرض نتائج الاجتماعات على مكتب الإرشاد لاعتمادها وتنفيذها عبر الوحدات المختصة. النقطة الأخرى، أوضح التقرير أيضا العلاقة بين الجماعة ومؤسسة الرئاسة، حيث تم دعم الوزراء والمحافظين بشأن كافة أعمال الوزارات وتوجيههم من قبل الجماعة وحزبها، الأمر الذي يتبين منه هيمنة مكتب الإرشاد على الحزب ومؤسسة الرئاسة في ذلك الوقت. هذه هي المستندات والعلامة المائية في الأسفل. هذه هي العلامة المائية، ستجدوها في الأسفل، قد تكون غير واضحة بالنسبة للإضاءة، لكن هذه هي العلامة المائية. مستندات تبين أن جماعة الإخوان هي التي كانت تدير حكم البلاد بالفعل. بعض المستندات هنبين لحضراتكم بعض المستندات التي تبين أن جماعة الإخوان هي التي كانت تدير حكم البلاد بالفعل وقت تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية. مستند خاص بمحاضر الاجتماعات التنسيقية بين الجماعة والحزب وجدول أعمال الاجتماع. مقترحات فريد إسماعيل عبد الحليم، ده أحد قيادات الجماعة، بالقرارات، ده مقترح من فريد إسماعيل عبد الحليم بالقرارات التي يتعين على رئيس الجمهورية إصدارها في ذلك الوقت لإقالة النائب العام وتغيير قيادات الأمن الوطني ورئيس جهاز الكسب غير المشروع قبل 6 أكتوبر. هذا هو المستند. مقترح بحركة المحافظين ونوابهم على مرحلتين قبل 25 يناير وبعدها بشهر، ومقترح فيها
أن يكون لحزب الحرية والعدالة نائبا للمحافظ أو سكرتيرا عاما على الأقل في كل محافظة. محضر اجتماع المحافظين الموافق 5/10/2012 مبينا فيها التنسيق مع الجماعة والحزب من خلال مسؤول المكتب الإداري ومسؤول الحزب. محضر اجتماع تنسيق آخر معد بمعرفة الجماعة بين المحافظات بحضور جميع نواب المحافظين. هذا الاجتماع تم بتاريخ بجميع نواب المحافظين بمكتب الإرشاد بتاريخ 3/11/2012. هذا هو المستند. مقترح هذا المقترح حضراتكم هام جدا، ده اللي هم اللي هو مقدم بفصل عدد من الضباط. هذه العبارات منقوله حرفيا، مقترح بفصل عدد من الضباط وترقيه ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات من الجيش كقيادات بالداخليه في بعض المواقع القيادية بالداخلية مثل مدير الأمن ورؤساء المباحث ومأموري الأقسام. هذا هو المستند. اجتماع وزاري تنسيقي بين الجماعة والحزب والوزراء الثلاثة معا في 13/1/2013 والذي انتهوا فيه إلى التوصيات الآتية: عقد لقاء شهري يجمع المجموعة الوزارية بمسؤول الحزب والجماعة، تكوين وحدة دعم الجهاز التنفيذي تابعة للحزب تتولى تقييم وتوفير كافة متطلبات الدعم المطلوبة، تسمية مسؤول اتصال لدى كل وزارة يكون حلقة الاتصال والتواصل مع الحزب والجماعة. هذا هو المستند. تفضل يا مهندس. في الحقيقة هذا الملف يبين منه حقيقة هامة جدا، وهي أن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة والحزب الحرية والعدالة في هذا التوقيت كانوا عبارة عن أربع وجوه لعملة واحدة. لم يكن هناك فصل ما بين مؤسسة الرئاسة كمؤسسة وما بين مكتب الإرشاد كمكتب إرشاد الجماعة والحزب باعتباره حزب سياسي، وإنما كانت الأمور جميعها مختلطة بعضها مع بعض. ده بيظهر من زي ما حضراتكم شفتوا العرض من خلال التكليفات والأوامر التي كانت تصدر من مكتب الإرشاد إلى الحكومة أو إلى مؤسسة الرئاسة. وكان بيتم التنسيق طبعا مع ما بين الرئاسة ومكتب الإرشاد والحزب كحزب والحكومة، كلهم بيصبوا في بوتقة واحدة. يعني كان في مثلا مقترحات مقدمة إلى السيد رئيس الجمهورية، هذا هو عنوان المستند. من ضمن هذه المقترحات بيقولوا وغير ذلك من القرارات الهامة التي تم اتخاذها أربعة: القرارات الهامة والعقوبة مثل إقالة المشير والفريق والقيادات الأخرى في المخابرات والحرس الجمهوري والداخلية وإلغاء الإعلان الدستوري. دي بعض القرارات اللي كانوا في نيتهم إنهم يتخذوها. قرارات جديدة من ضمن القرارات المقترح والتي قدمت لرئيس الجمهورية آنذاك، وهذه القرارات بيقولوا يجب اتخاذها فورا وقبل 6 أكتوبر،
لمواجهة ما يتم تدبيره من ثورة مضادة. واحد، إقالة النائب العام، تغيير قيادات الأمن الوطني، قرارات خاصة بالقضاء لإصلاح القضاء وتطهير القضاء، تغيير بعض القيادات في مفاصل الدولة المعروف عنهم بالفساد ولا يزالون في أماكنهم، وغير ذلك من قرارات يمكن أخذها ويتم إقرارها ونشرها قبل 6 أكتوبر. أيضا في مستند تحت عنوان سياسة التحالفات بيقولوا لا تحالف على القوائم بين الإسلاميين، قوائم منفصلة لحزب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية، لأن ذلك في مصلحة الجميع، فالكسور تجمع مقاعد أكثر. وضربين مثال بذلك التنسيق بين الرموز الإسلامية على المقاعد الفردية، إخلاء المقاعد للرموز الإسلامية سواء منا أو من النور أو من البناء والتنمية، إذا كان هناك خصم قوي غير إسلامي نتوحد ضده كإسلاميين. الأحزاب الإسلامية الصغيرة من الممكن دخولها ضمن القوائم الإسلامية. زي ما قلت ان هذا الملف بيظهر انه لم يكن هناك فصل ما بين مؤسسات الدولة. هننتقل بقى الى الملف رقم 4 وهو تسريب المراسلات الحكومية السرية. هذا الملفات الهامة ويبين منه كيف أن المراسلات الحكومية التي من المفترض أن تكون في رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء وجدت داخل مقر الحزب، تم العثور على ملف كامل يحتوي على مجموعة مراسلات سرية بين مسؤول الدولة تحمل صفة سري وسري للغاية، مما يفيد تسريب تلك المراسلات السرية الحكومية من الرئاسة إلى مكتب الإرشاد، ومنها ملف المساعدات الاقتصادية لمصر المرسل من وزارة التعاون الدولي إلى رئيس الجمهورية. ونظرا لما تتضمنه تلك المستندات من أهمية تمس الأمن القومي للبلاد، سوف نكتفي بعرض واجهة حافظة الملف، وسوف تقوم اللجنة بإرساله إلى جهات التحقيق المختصة بهذا الشأن، وحضراتكم هتشوفوا يعني هتستروا وجه الحافظة فقط. ملف يتضمن الوثائق الخاصة بموضوع التمويل الأمريكي المباشر ومنظمات المجتمع المدني، ده صادر من وزارة التعاون الدولي، وهذا هو وجه الحافظة. يبين منه أن زي ما قلت برضو في الأول أن هناك كان هناك خلط ما بين مؤسسات الدولة، فالمفروض المستندات دي يا إما يتم الاحتفاظ بها في الوزارة الخاصة بها، أو يتم الاحتفاظ بها في مؤسسة الرئاسة باعتبار أن الوزارة قد أرسلت هذه المستندات إلى مؤسسة الرئاسة. ولكن تم تسريب هذه المستندات إلى من مؤسسة الرئاسة إلى الحزب، يعني بالإضافة إلى المستند الخاص بموضوع التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني، وهذه الوثيقة تم تسريبها من
مؤسسة الرئاسة إلى الحزب. أيضا هناك وثيقة تم العثور عليها محررة بخط اليد، خط يد وباسم سكرتير الرئيس آنذاك، كانت بتتكلم أو كان هو يعني كاتب هذه المذكرة لرئيس الجمهورية آنذاك، بيقترح فيه كيفية التقارب مع دولة إيران وما هو المقابل، وبيشرح له أن الوضع الاقتصادي في مصر في هذا التوقيت كان وضع متأزم، وأن مصر في حاجة إلى المساعدة، وشرح له موقف الدول العربية من مصر في ذلك الوقت والدول الأوروبية وجميع دول العالم، شرح تفصيلي عن موقفهم، وانتهى إلى أنه ليس أمام مصر في هذا التوقيت إلا اللجوء إلى إيران بطلب التقارب ما بين مصر وإيران، مقابل أن تقوم إيران بدفع 10 مليار دولار كوديعة تودع في البنك المركزي، وأيضا لكي تقوم إيران بإمداد مصر وقتها بالمواد البترولية. هذه الوثيقة وثيقة سرية وتتعلق بعلاقة مصر بالدول الأخرى. هذه الوثيقة أيضا تم تسريبها من رئاسة الجمهورية إلى الحزب. هننتقل إلى الملف رقم 5. الملف الخامس التدخل في مؤسسات الدولة الأمنية. هذا الملف يحوي مقترحات حضراتكم هتستنتجوا منها كيفية التدخل في جميع المؤسسات الأمنية في الدولة، حيث عثر على مقترح معد بمعرفة ما يسمى بضباط النخبة المصرية، ضباط النخبة المصرية المنتمين للجماعة معنون بالأمن الوقائي المضاد، وفيه الاقتراح بعمل إجراءات للسيطرة الكاملة على الأجهزة الأمنية وتفكيكها بالتوازي مع تكوين أجهزة بديلة خاصة بالجماعة ومعتنقة لأفكارها. ومن ذلك ده صورة الملف. 1. إنشاء جهاز أمني إسلامي غير معلن هويته الإسلامية، ويتبع رئاسة الجمهورية مباشرة تحت مسمى أمن رئاسة الجمهورية، يتم هيكلته وانتقاء جميع الضباط العاملين به على أساس أفكارهم ومعتقداتهم الدينية ثم كفاءتهم الأمنية. 2. السيطرة الأمنية الغير مباشرة والغير معلنة على الإعلام الهدام، وهذا هو تعبيرهم وليس هذا هو التعبير الوارد في الملف. 3. تجنيد عملاء جدد منتقين على أسس وقواعد اختيار إسلامي بكافة قطاعات الدولة. هذا الملف. 4. إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطني على 3 مراحل. المرحلة الابتدائية مرحلة التطعيم، تبدأ بتطعيم جهاز المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطني بضباط ذو توجه إسلامي وغير معلن توجههم أو انتمائهم. المرحلة المتوسطة أسموها مرحلة التعزيز، تبدأ باستقطاب كوادر أخرى من نفس الفصيل لشغل مساحة أكبر من الوظائف الحيوية داخل الجهاز لزيادة وتوسيع قواعد الاختراق. المرحلة النهائية مرحلة التشبه، تفعيل مبدأ الاعتماد الأمني على النفس أولى من الاستعانة الأمنية بالأجهزة الأمنية السابقة، وتنبيه الرئيس المعزول محمد مرسي وجميع العاملين برئاسة الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين بأن تلك الأجهزة الأمنية مسيسة منذ نشأتها لخدمة الأنظمة البائدة، وأنها قد جلبت على كراهية الإسلام والمسلمين المتمسكين بمبادئ شريعة المسلمين والتيار السلفي والجماعات الجهادية، فلا ينتظر منهم خيرا ولا يتوسم فيهم الصلاح أو الإصلاح، اللي هي الأجهزة الأمنية.
تفضل. هذا الملف زي ما تم العرض كان من ضمن برضو مخططهم احتضان ضباط القوات المسلحة الأصاغر معنويا واحتواء صغار ضباط الشرطة نفسيا من خلال محاضرات التوعية لملاشاة الاحتقان المغروس في نفوسهم تدريجيا والذي صنعته الأنظمة السابقة ضد المشروع الإسلامي بشكل عام. وكانوا بيقولوا ان اهداف هذا المقترح اللي هو الامن المضاد اللي كانوا في طريقهم الى تفعيله بيقولوا اهداف المقترح تفعيل مبدأ الوقاية الامنية بالاستحواذ على الفعل خير من العلاج الامني بالاستكانة الى حالة رد الفعل. تطويع الأجهزة الأمنية للنظام السابق للسير والسباحة في اتجاه التيار الرئاسي لا إلى اتجاه مضاد من خلال انجذابهم للتطبيع اللا إرادي مع الجهاز الأمني الجديد حتى لا يفتضح أمرهم وينكشف سترهم. تقييد وتحجيم الأنشطة اليسارية والعلمانية والتي تدعمها تلك الأجهزة الأمنية والتي تعمل على اختزال شعبية رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي من خلال صناعة أزمات عديدة. تفعيل آلية التعامل الإيجابي مع المخططات الإشغالية المصطنعة والتي يغذيها أتباع النظام السابق ويعاونهم في ذلك تلك الأجهزة الأمنية من أجل عرقلة مسيرة التقدم للأفضل. ده تقريبا هذا ما ورد في الملف الخاص بالملف الأمن. الملف رقم 6 هذا الملف حضراتكم هتجدوا منه الفكر الإخواني في إدارة الكيانات الاقتصادية المملوكة لجماعة الإخوان. عثر على مشروع لائحة تسمى لائحة المؤسسات المملوكة لجماعة الإخوان مبينا فيه أن ملكية تلك المؤسسات تجمع بين الملكية الخاصة لبعض أفراد الجماعة والملكية العامة للجماعة، وأن يتم تحديد حصص الملكية الحقيقية للأفراد وحصة الجماعة وقيمتها واختيار من يمثل هذه الحصة في الإدارة على أن تكون ملكية هذه الحصة باسم شخص آخر غيره، وتحفظ أوراق الملكية في مكان أمين مثل خزائن البنوك، كما يجوز وجود أسهم لحاملها لتيسير التنازل عنها. وفي جميع الأحوال لابد من حفظ صورة من كافة مستندات الملكية لدى اللجنة المالية بالمركز العام. هذا هو المستند مشروع لائحة المؤسسات. نص في اللائحة على تقسيم المؤسسات إلى 3 أنواع من المؤسسات: مؤسسات صغيرة أقل من 100,000 جنيه مصري، مؤسسات متوسطة ما بين 100,000 جنيه ومليون، مؤسسات كبيرة أكثر من 1,000,000 جنيه بما فيها كافة الأصول. ويكون حق الإشراف المباشر أو بالوكالة على الإدارة للمؤسسات الكبيرة من اختصاص مكتب الإرشاد. هذا هو المستند باللائحة. وبيّنت اللائحة أن ملكية المباني والمقرات والأراضي اللازمة لعمل المؤسسة ملكيات شخصية حقيقية لأفراد أو شخصيات اعتبارية، وتقوم المؤسسة باستئجارها منهم كلما أمكن ذلك بإيجارات حقيقية لتقليل أعباء الرقابة على الأملاك، وأن الرقابة على تلك المؤسسة الاقتصادية تكون على مستويين. دي مواد اللائحة.
تفضل. هذا الملف ما فيش اكتر من اللي تم عرضه، وده طبعا كانت المشروعات الاقتصادية بتاعتهم واللوائح التي كانت تحكم. هننتقل للملف رقم 7. الملف السابع هيبين لحضراتكم علاقة الجماعة بالأحزاب السياسية. تم العثور على مجموعة تقارير تشير، هو الملف معنون تكوين تكتل الأحزاب الإسلامية وتشكيل حكومة تحالف إسلامي. تم العثور على مجموعة تقارير تشير إلى قيام مكتب الإرشاد بتكوين تكتل الأحزاب الإسلامية وتشكيل حكومة تحالف إسلامي موسع. من بينها هذا هو محضر اللي حضراتكم هتشوفوه، محضر اجتماع، عملوا اجتماع اسمه اجتماع الأحزاب الإسلامية السياسية في 5/6/2013. هذا هو محضر الاجتماع والمقترحات. اثنين، تم العثور ايضا على تقرير حول تشكيل حكومة تحالف اسلامي موسع وتوقيت الانتخابات البرلمانية، لان الكلام ده كان في 5/6/2013، ثم التوصية فيه ان يكون رئيس مجلس الوزراء من الجماعة. عثر ايضا على ورقة بخط اليد حول محضر الاجتماع مع الأحزاب الإسلامية لمناقشة ملف سيناء وسد النهضة و30/6 اللي هي أحداث 30/6 اللي كانوا بيتوقعوها وقانون السلطة القضائية والمشروع الإسلامي. هو مش ظاهر لأن الورقة بخط اليد. تفضل المعلم. هذا الملف بيحتوي على مشروع، كان عندهم مشروع هو مشروع التحالف الإسلامي أو ائتلاف الأحزاب الإسلامية. الأحزاب اللي تم رصدها في هذا الاجتماع: حزب الحرية والعدالة، حزب الوسط، حزب العمل، حزب البناء والتنمية، حزب التوحيد العربي، حزب الفضيلة، حزب الإصلاح والنهضة، حزب الأصالة، حزب الإصلاح، حزب النور، حزب الشعب، حزب الوطن. وكان الشاغل الحقيقة اللي لاحظته ان كان الشاغل لهم في هذه في اجتماع هذه الأحزاب، يعني كل مندوبين هذه الأحزاب اللي اتكلموا في هذا الاجتماع كان الشاغل لهم جميعا هو يوم 30/6. يعني الحزب العمل في الاجتماع بيقول ان قضية 30 يونيو الذي يهدد مصر ويهدد الثورة المصرية. حزب الإصلاح بيقول خطورة يوم 30/6/2013. حزب الأصالة 30/6 موضوع هام جدا يجب أن يناقش ولكن ليس في هذه الجلسة. حزب الشعب 30/6 من ناحية المبادرة أو ردود الأفعال. حزب النور بيقول ان اجهزة في هذا الاجتماع بيقول ان اجهزة كثيرة تنتظر سقوط مصر، فلا بد من وقفة مراجعة مع انفسنا. الشارع فيه احتقان كبير، كأن هناك كراهية لاشخاصنا واسمائنا. لابد ان ندرس ما الذي ادى الى هذه الحالة. لابد من دراسة التدعيات التي ادت الى نتيجة يوم 30/6. ما هي المقدمات التي أدت إلى 30/6؟ كل زي ما بقول لحضراتكم كان الشاغل لهم في هذا الاجتماع هو يوم 30/6. حول تشكيل حكومة تحالف إسلامي وطني موسع وتوقيت انتخابات البرلمانية بيقولوا: أولا، نحن نتحمل ظروف صعبة وغير عادلة، وسوف ندخل في امتحان مبكر وحساب قاسي، ورصد الإنجازات ضعيف جدا، وسوف نحاسب نحن عليه بعد سنة بدلا من 4 سنوات.
بيقولوا كمان هناك وزارات أو قطاعات كثيرة المشاكل ويشوبها الضعف والتخاذل أو التحريض بل وأحيانا التآمر، وهي تمثل تحديا بل تهديدا للثورة ولمصر، مثل الداخلية، الأمن الوطني، الإعلام، القضاء، وفي بعض القطاعات المصرفية والاقتصادية أيضا. وكانوا بقى بيقترحوا في هذا الاجتماع ميعاد الانتخابات البرلمانية. وبيقولوا بقى ثالثا أن المطلوب هو تكوين حكومة تحالف إسلامي وطني موسع قوامها ترشيحات قائمة على الأمانة والكفاءة من كل الأحزاب بنسب متوازنة طبقا للوزن النسبي التقديري للحزب. وبيقولوا من ضمن المقترحات أنه على سبيل المثال في ملف الأمن وإصلاح جهاز الشرطة فلا سبيل لتحقيق نجاح اقتصادي أو سياسي إلا بتحقيق نجاح أمني، ولا يمكن تحقيق نجاح أمني إلا بإصلاح الشرطة. فمن المتوقع في حالة الإصلاح والهيكلة للشرطة أنه سوف تتم احتجاجات ومقاومة من الشرطة نفسها، وهذا يمثل تحد خطير وإضافة. فالذي لا يعمل منهم أو يتآمر أو يضرب عن العمل كما هو متوقع فيجب ألا يتقاضى مرتبه أو يتقاعد أو يفصل. واللجان الشعبية سوف تقوم بالعمل وتسد الثغرات حتى يرتدع الجميع، وهو ما يستدعي هذا التحالف الإسلامي الوطني الموسع وحشد جموع الأمة للتعامل معه. وعلى نفس الغرار تكون الحاجة لهذا التحالف في مواجهة المعركة المتوقعة مع الإعلام الفاسد أو عند الدخول على قانون إصلاح السلطة القضائية. هذا هو كان منهج حكومة التحالف الإسلامي. بيقول أيضا أن الجماعة وكذلك الحزب عامرة بالكفاءات من أصحاب المشروع الإسلامي التي وإن افتقدت الخبرة التي يفتقدها الجميع ولا الأحزاب، إلا أنهم يمتازون بالإخلاص والحيوية العالية ويمتلكون الرؤية البعيدة وإمكان التخطيط. أيضا يجب أن نثق في أنفسنا وإن قلت خبرتنا، فنحن الإخوان أو المتحالفين الإسلاميين والوطنيين سنكون الأفضل بإذن الله. فالبدائل المطروحة في البيروقراطية المصرية إما فاسدة أو ضعيفة أو تفتقد الرؤية. وبيقولوا طبعا أن هذه الحكومة يجب تشكيلها فورا بدون إضاعة للوقت، ويجب أن يتبعها فورا حركة موسعة للمحافظين. ننتقل للملف رقم 8. الملف الثامن هو من الملفات الهامة وبيجسد مرحلة تاريخية من تاريخ مصر، وبيتم الحديث فيه من جانبهم عن التعامل مع الأحداث والأمنيات، هم أطلقوا عليها هكذا الأمنيات. تم العثور على مستندات تتعلق باستعداد الجماعة لثورة 30/6 تتضمن إرشادات إلى استخدام القوة والعنف من قبل الجماعة وحشد أعضائها لوقت ثورة الشعب على الحكم. ومن بين تلك المستندات وثيقة بمقترحات الجماعة للتصدي لتظاهرات 30 يونيو، مقترح فيها وضع خطة لحماية المقرات ومنازل الرموز الإخوانية وممتلكاتهم، وإرسال رسائل تهديد واضحة إلى كل من سيتورط في أعمال ضد عناصرها. هذا هو المستند. عثر على تقرير عن لقاء القطاع الإداري للقاهرة الكبرى يوم 4 مايو 2013 بالمركز العام، وثابت فيه توجيه مكتب الإرشاد بعدم السماح أبدا وبأي حال من الأحوال
هذه العبارة الواردة من مكتب الإرشاد، عدم السماح أبدا وبأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف أن يحاصر بيت من بيوت الإخوان أو يؤذى أهله، والتوصية باستكمال فرق التأمين وتقويتها وتحقيق تمام الجاهزية لها، وفيها أيضا كيفية الضغط على القضاء وتذكرهم بما تم مع النائب العام المقال. عثر على تقرير في شأن دعوات 30/6/2013 يقترح فيه عقد اجتماع عاجل، وذلك لوضع خطة ردع شعبية للمظاهرات كبديل للتدخل الأمني. هذا هو المستند. تقرير بشأن تدابير يومي 25 و24 يناير يتضمن تأمين المقرات ووضع كل الإخوان في وضع الاستعداد مع عدم السفر وغلق التليفونات، وهذا وارد في التقرير، وأن الأصل في التعامل مع المظاهرات هو الردع، وكذا عمل تقارير عن أماكن بعينها من ضمنها محيط وزارة الدفاع. تقرير بعنوان بعض أدوات الخروج من الوضع الراهن، وده كان قبل في مرحلة قرب 30/6، تضمن تكوين جماعات ضغط مجتمعي مثل الألترس والبلاك بلوك وغيرهم. هذه العبارات واردة في المستند، والألترس والبلاك بلوك تسميتهم واردة في المستند المضبوط وغيرهم، وكذا جماعات ضغط ودفاع من إعلاميين وقانونيين ورياضيين وفنانين وأدباء، وأن يدير الملف أحد مستشاري الرئيس. هذا هو الملف. تضمن أيضا مقترح بإجراءات الجماعة، تتضمن أن يقوم مكتب الإرشاد للخروج من الأزمة اللي هم شايفينها، تضمن أن يقوم مكتب الإرشاد بالتوجيه بالحشد والتواجد بالميادين والإعلان عن حماية المقر، وتوجيه رسائل واضحة من الإخوان إلى المؤسسات أنهم لن يتهاونوا في حماية الشرعية أيا كان المعتدي عليهم، وأن يتم التواصل مع حركة 6 إبريل وبعض الحركات الشبابية ودعم ومساندة الحزب للتواصل معهم، وتكليف الإخوان بالخارج بدعم الرئيس أمام السفارات. وجد أيضا مستند صادر عن أمانة شرق شبرا الخيمة الحزب الحرية والعدالة بالقليوبية معنون مقترح. هذه المستندات يعني صادرة من أمانة شرق شبرا الخيمة، دي توجهت إلى مكتب الإرشاد وتم إرسالها إلى الرئيس في ذلك الوقت، وتم إيداعها المقر الرئيس الحزب الحرية والعدالة. المعنون مقترح لإدارة محاولة انقلاب 30 يونيو ميدانيا ثابت فيها التوجيه بتدشين ائتلاف دعم الشرعية مكون من الأحزاب والجماعات والحركات الإسلامية، ومطالبة الرئيس بإعلان حالة الطوارئ والإعلان عن ثورة جديدة قادها الرئيس ومنهجها الإسلام. ده الحزب، ده شعار الحزب هتلاقوه على المستند، وده شعار مكتب الإرشاد. تقرير عثر أيضا على تقرير بخصوص الكيفية التي تم بها تأمين دخول محافظ الدقهلية، إبان فترة الاعتراض الشعبي على حركة المحافظين قبيل ثورة 30/6/2013. اشتمل، هم وضحوا كيفية ادخالهم للمحافظ، اشتمل على تكوين مجموعات رصد ومجموعات تأمين ومجموعة دعم المحافظ من الشخصيات الإخوانية، وكذا مجموعة تأمين المحافظة بالداخل من داخل المحافظة، ومجموعة حشد خارجي هدفها التواجد في حال تدخل مجموعات التأمين. ده تقرير بيعرض التصور بتاعهم. زي ما سمعت حضراتكم، هذا الملف بيبين ما هي العلاقة ما بين الجماعة والحزب ومجموعات ألترس والبلاك، وأيضا
علاقتهم ببعض الحركات السياسية، ودي طبعا كانوا هم بينكروا أنه ليس لهم أي علاقة بمثل هذه المجموعات، ولكن تبين من خلال المستندات التي تم ضبطها أنهم لهم علاقة بهذه المجموعات، وأنهم كانوا يحركونها وقت اللزوم لما يكونوا محتاجين هذه الحركات يبدأوا يحركوا هذه الجماعات. كان في برضو من ضمن يعني المقترحات للاستعداد ليوم 30/6 بيقولوا محاور الحركة إبراز قضايا وطنية تحظى باهتمام كبير للتغطية وتحجيم هذا الحدث، الرصد من الآن ومحاولة ضبط العناصر المحرضة على العنف، إبراز وتنشيط الخدمات الشعبية للحزب والجماعة والجمعيات وتقديم إعلامي لها، إنجازات مؤثرة وشعبية للرئاسة والحكومة خلال هذا الشهر، فتح بقايا النظام السابق الذين يحاولون استغلال الحدث والتحريض على العنف. بيقولوا بقى ثانيا مسارات الحركة بالنسبة للرئاسة والحكومة تضخيم عشان يلهوا الناس عن يوم 30/6، فبيقولوا تضخيم حدث سد النهضة لما له من أهمية وتجييش ونفرة الشعب، إظهار إنجازات، إصدار بعض القرارات الشعبية، لابد من الإطمئنان على وضع الجيش والشرطة والتنسيق الجيد معهم ووضع البدائل للشرطة إذا تقاعست، موقف قوي تجاه بعض القيادات الشرطية الفاسدة خاصة في جهاز الأمن الوطني والذي يلعبون في المشهد بقوة. أيضا رفع الحالة الإيمانية لأفراد الصف، أيضا أفراد الصف وخاصة الفرق الريادية مستعدة لأي طارئ والتدريب من الآن. بالنسبة للقوى السياسية التنسيق الجيد من الآن والتشاور والاتفاقيات والاتفاق على فعاليات مشتركة فيما بينها، التعاون مع هذه القوى في كشف الحقائق للناس في مجال الإعلام، بيقولوا التنسيق من الآن مع القنوات الإسلامية لتناول القضايا الهامة، التغذية الإعلامية الكبيرة لخدماتنا الشعبية. وطبعا في برضه في مستند تحت عنوان في شأن دعوات 30/6 كانوا هم حاطين مخطط عشان التعاطف معهم، يعني من ضمن الحاجات يقول لك يعقب ذلك وفي حين التعدي على مقرات الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بالإضافة إلى التعدي على الممتلكات الخاصة والأفراد التابعين للجماعة والحزب بتلك المحافظات، وذلك تصعيدا للأحداث وجعلها مشابهة لما تم في ثورة 25 يناير. التجهيز يوم 29/6 لاقتحام الميادين الرئيسية للثورة، التحرير، ميدان الأربعين، وبدء اعتصام تمهيدا ليوم 30/6. مع اشتعال الأحداث بيقولوا بقى مع اشتعال الأحداث في المحافظات السالفة الذكر يتم استخدام كافة الوسائل الداعية إلى مزيد من التصعيد كالتعدي على الأجهزة الأمنية ومقراتها. يوم 30/6 توجه مجموعات لدعم المعتصمين أو بدء الاعتصام وإغلاق الميادين المذكورة، وذلك استعدادا لاستقبال المسيرات من مختلف مناطق التجمع.
في مستند الحقيقة برضو بيهمني ان انت حضراتكم تعرفوا ايه اللي فيه، لانه بيتكلم عن احداث الاتحادية تحت عنوان استقراء هام. بيقولوا احداث الاتحادية مرت من خلال 2 سيناريو مختلفين، نعرض سريعا الى اوجه الفرق بينهم. 1 السيناريو الهجومي يوم الاربعاء 5/12/2012، تكسير خيام المعتصمين، يعني هم اللي بيقولوا ان هم اللي كسروا خيام المعتصمين. بيقولوا ان ايجابيات هذا السيناريو استطاع وقف محاولة الانقلاب المخطط له. طيب والسلبيات؟ اتهمنا اعلاميا بالضلوع في الحادث، ولم نستطع تقديم ادلة دامغة تبيض صفحتنا وتطهر وتظهر حجم التعدي علينا. الخسائر، فقدنا حوالي 10 شهداء وأكثر من 1500 مصاب. السيناريو الثاني بيسموه السيناريو الردعي، يوم الجمعة 7/12، وقفات مدينة الإنتاج الإعلامي، ربع العدوية، مسجد الرحمن الرحيم. بيقولوا الإيجابيات قطع رجاءهم في الانقلاب بهذه الصورة نهائيا. السلبيات، محاولة تشويه إعلامي عديمة القيمة لعدم وجود خسائر. الخسائر، 2 من المشاركين دهسوا بسيارة محمد أبو حامد. بيقولوا بقى أن إذن من الواضح أن السيناريو الثاني كان أنجح وأنجع من الأول بكثير، لذا سنبني على ضوء تصورنا أو تصورهم يعني بالنسبة لـ 30/6. دي تقريبا جميع الملفات. اللي عرضنا على حضراتكم ما بها من معلومات وما كان تتعامل به هذه الجماعة مع الشعب المصري. في نهاية هذا العرض للمحور الأول من في المحور الأول من المؤتمر، قررت اللجنة على ضوء ما سبق عرضه، أولا إبلاغ النيابة العامة لفحص المستندات التي تم العثور عليها لإجراء التحقيقات بشأنها حسب ما تسفر عنه من جرائم. ثانيا تشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق والمكتبات والخبراء لتوثيق هذه المستندات لتكون مرجعا باعتبارها جزء من تاريخ مصر. ثالثا اختار جميع الجهات الحكومية بأسماء العاملين بها التي وردت في هذه المستندات لاتخاذ شؤونها معه. ده كان المحور الأول من محاور المؤتمر. من خلال هذه المعلومات أيضا بيتضح أن هناك بعض الحقائق فقد تم الكشف من خلال هذه المعلومات، أن هناك تواصل بعض العاملين بأجهزة الدولة بقيادة حزب الحرية والعدالة عقب وصولهم للحكم، مما أدى لحدوث اختراقات أمنية بهذه الجهات. ترشيحات الحزب لتولي بعض الشخصيات العامة بالوزارات مناصب قيادية ومحافظين وبعض رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة. العديد من المشروعات القوانين المعدة للهيئة القضائية والأجهزة الأمنية بهدف تفكيكها وإحكام السيطرة عليها. كما أوضحت النتائج اهتمام الحزب الإخواني المشار إليه إلى تجميع كافة المعلومات المتعلقة بأمور الدولة، حيث رصدت النتائج ما يلي: تسريب العديد من الأوراق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وبعض الوزارات للحزب، ومن أبرزها كما قلنا ملف التمويل الأجنبي إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك والسابق إعداده بمعرفة وزارة التعاون الدولي
وأيضا حركة الترقيات والتنقلات لقيادة وزارة الخارجية. أيضا حرصه السياسي على تنفيذ بعض الإجراءات والخطوات لبسط النفوذ على كافة مؤسسات الحكومة المؤسسات الحكومية والتنفيذية بهدف أخوانتها، واختيار العناصر الموالية للتنظيم بالوزارات المختلفة رغم عدم أحقيتهم بتولي تلك الحقائب الوزارية. ثانيا، فيما يتعلق بالنواحي التنظيمية، اشتملت المضبوطات على كمية كبيرة من المخططات الإخوانية المستقبلية والحالية والهياكل الإدارية والتنظيمية للجماعة، وتضمن أبرزها بعض المعلومات الهامة ومنها ما يلي: العديد من التحركات التنظيمية والمستندات الخاصة بهياكل الجماعة وتشكيلاتها ببعض المحافظات، وبيانات العديد من العناصر وكيفية حشد العناصر لدعم مؤسسة الرئاسة والرئيس المعزول والبرلمان والحزب، ومن أبرز صوره حصار المحكمة الدستورية العليا وتشكيل مجموعات لحماية قصر الاتحادي. ثانيا، تنسيق الرؤى والتوجهات بين القيادات بالداخل وقيادات التنظيم الدولي وفروعه بالخارج لإحكام السيطرة على مقاليد الأمور بمختلف الدول التي وصلت فيها الجماعة للحكم، فضلا عن رصد تواصل كوادر التنظيم مع العديد من المنظمات والهيئات الأجنبية الحكومية وغير الحكومية، وبخاصة دولتي ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مثل مركز بروكينز الدوحة، جامعة ستانفورد للتحولات العربية Human Rights Watch، والعديد من المنظمات الألمانية. ثالثا، فيما يتعلق بأنشطة الحزب، فقد أمكن رصد الآتي: اجتماعات المكتب التنفيذي للحزب والهيئة العليا له وكيفية التنسيق مع الجماعة ومؤسسة الرئاسة، عدد من الملفات الخاصة بالحزب والجريدة، وكذا بيان بالتبرعات الواردة للمركز الرئيسي للحزب عام 2012 وتبلغ قيمتها 9,319,000 جنيه. أيضا خطة تأمين القيادي خيرت الشاطر بالأماكن التي يتردد عليها ولقاءاته الصحفية، وكذا الاتصالات الهاتفية، وأيضا أثناء سفره خارج البلاد. عدد ضخم من كشوف وبيانات بالإضافة إلى استمارات العضوية لأعضاء الحزب من بينهم بعض الشخصيات العامة، مخططات الحزب المرحلية والمستقبلية. ولذلك فإنه يتضح مما تقدم أن إجراءات فحص محتويات المستندات مركز الحزب المشار إليه أسهمت في توضيح العديد من المعلومات الهامة والمتعلقة بحركة التنظيم، من أبرزها اهتمام قيادته باختراق كافة مؤسسات الدولة للعمل لصالحها، وسعيهم للقضاء على الأجهزة السيادية بالدولة تحت ساتر إعادة هيكلتها، فضلا عن كشف تواصلات مع منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات التي كانت تسعى للارتقاء بالحزب لتحقيق مصالح شخصية. هذه هي الحقائق أو النتائج التي توصلت إليها اللجنة من خلال مطالعة هذه المستندات. ننتقل للمحور الثاني، وهو محور أعمال وقرارات اللجنة. بنقول: تقرير عن أعمال لجنة الحصر والتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان. أولا، بالنسبة للأفراد، عدد الأفراد الذين تم التحفظ عليهم 1,375 فردا. عدد الأفراد المتحفظ عليهم الذين تم رفع التحفظ عنهم 5 أفراد، فيصبح عدد الأفراد المتحفظ عليهم حاليا 1,370 فرد. الرصيد المتحفظ عليه بالبنوك بالجنيه المصري لهؤلاء الأفراد 154,758,000. الرصيد بالدولار 2,199,000، باليورو 435,000، بالريال السعودي 1,374,000،
بالجنيه الاسترليني 9833 ألف، بالفرنك السويسري 16480. بالنسبة للسيارات التي تم التحفظ عليها والمملوكة لهؤلاء الأفراد 460 سيارة. عدد الأطيان الزراعية التي تم التحفظ عليها والمملوكة لهؤلاء الأفراد 318 فدان. ثانيا، الجمعيات والهيئات. عدد الجمعيات التي تم التحفظ عليها 1166 جمعية. عدد الجمعيات التي تم رفع التحفظ عليها 41 جمعية، ليصبح عدد الجمعيات الباقية والمتحفظ عليها 1125 جمعية. الرصيد المتحفظ عليه بالبنوك بالنسبة لهذه الجمعيات 20,087,000، وبالدولار 64,000 دولار. المدارس. عدد المدارس التي تم التحفظ عليها 112 مدرسة. عدد المدارس التي تم رفع التحفظ عنها 7 مدارس. عدد المدارس المتحفظ عليها حاليا 105 مدرسة. الرصيد المتحفظ عليه لهذه المدارس 283,838,000. المستشفيات. عدد المستشفيات التي تم التحفظ عليها 43 مستشفى، بالإضافة إلى الجمعية الطبية وفروعها 27 فرع، بالإضافة إلى جمعية ربع العدوية وفرعها 2 فرع. الرصيد المتحفظ عليه بالنسبة للمستشفيات 111,183,000. الرصيد المتحفظ عليه في الخزينة 5,056,000. بالنسبة للشركات، عدد الشركات التي تم التحفظ عليها 65 شركة. عدد الشركات التي تم رفع التحفظ عليها حتى الآن 3 شركات، فيصبح الشركات المتحفظ عليها حاليا 62 شركة. الرصيد المتحفظ عليه بالبنوك لهذه الشركات 17,402,000، بالدولار 117,000، باليورو 7,383,000. شركات الصرافة. عدد الشركات الصرافة المتحفظ عليها 21 شركة. تم رفع التحفظ عن عدد 2 شركة صرافة. الشركات المتحفظ عليها حاليا 19 شركة. الرصيد المتحفظ عليه بالبنك 81,902,000. هذه هي آخر أعمال لجنة التحفظ. اللجنة كانت في سبيلها إلى تشكيل لجان من خبراء وزارة العدل لتقييم قيمة الأموال المتحفظ عليها، سواء كانت أموالا عقارية أو منقولة. وبدأت هذه اللجان فعلا في مباشرة أعمالها، وانتهت من تقييم القيمة المالية والمادية للمدارس المتحفظ عليها، فبلغت قيمة أو التقييم المالي للمدارس المتحفظ عليها بقيمة 3,505,000,000 جنيه. وباقي اللجان الخبراء ما زالت تباشر عملها بالنسبة لباقي الكيانات المتحفظ عليها. بعد الانتهاء من عرض هذه المعلومات بنفتح باب الأسئلة. Thank you.
ألف شكر سيادة المستشار الجليل عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، والشكر موصول للسيد المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام اللجنة. هنفتح باب الأسئلة، سؤال لكل جهة مع الالتزام بأن يكون السؤال في صلب الموضوع الذي تم عرضه أمام حضراتكم. دي فوصل معالي المستشار الجليل عزة بن خميس، ثروت شلبي نائب رئيس تحرير الأهالي. الأموال الإخوان، كيفية الاستثمار الأمثل للجنة لخلق عوائد مضافة، وماذا وما مصير تلك الأموال؟ هل تنتظر صدور حكم قضائي لمصادرتها لحساب الشعب أو الدولة، أو ماذا سيفعل بها في مستقبلا؟ شكرا سيادة المستشار. بالنسبة للاستثمار أو كيفية استثمار اللجنة لهذه الأموال، سبق ان احنا اننا قلت في مؤتمرات سابقه ان اللجنه بتقوم باداره هذه الكيانات والمشروعات الاقتصاديه عن طريق مؤسسات وشركات وخبراء حكوميين بيقوموا بذات النشاط. يعني لما يكون في شركه من الشركات بتقوم بأعمال المقاولات، اللجنة بتدير هذه الشركة عن طريق خبراء في المقاولات. يعني مثلا بنجيب شركة مقاولات حكومية لإدارة شركة المقاولات المتحفظ عليه، وهكذا بالنسبة لباقي الكيانات المتحفظ عليها بتدار بذات الأسلوب، بس بيبقى من شركات حكومية. أما عن مصير هذه الأموال فكما تعلمون جميعا بالنسبة لمسألة المصادرة، أن كما نص الدستور المصري أنه ليس هناك مصادرة إلا بحكم قضائي، وحتى الآن لم يصدر حكم بمصادرة هذه الأموال. ومصير هذه الأموال بيرتبط بالأحكام التي ستصدر بالنسبة لكل من يحاكمون من جماعة الإخوان. إذا كان الحكم بالإدانة وقضى الحكم بالمصادرة، ففي هذه الحالة ستقوم اللجنة بتنفيذ هذا الحكم بعد أن يصبح حكما نهائيا وبات. فإذا قضى بالمصادرة ستتم المصادرة، أما إذا لم يقضي بالمصادرة فلا تكون هناك مصادرة. سؤال جديد؟ سؤال تفضل. ما ينفعش ابراهيم قاسم جريدة اليوم السابع. كان في فندم يعني اتخذت قرارات حول الاموال الموجوده في الخارج بالنسبه لجماعه الاخوان المسلمين من خلال مخاطبه يعني الدول الاجنبيه، كما حدث مع النظام السابق في الاسبق عهد الرئيس مبارك الاسبق. وسؤال تاني برضو خاص يعني عن الأموال اللي تم التحفظ عليها، هل جات لكم أي أحكام بتعويضات صدرت من المحاكم الجنائية ضد جماعة الإخوان، وتم تعويض الأشخاص التي صدرت لهم هذه الأحكام أم لا؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، فعلا بيتم بالتنسيق ما بين قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل ووزارة الخارجية، بيتم واللجنة بيتم التنسيق ما بين هذه الجهات الثلاثة على البحث عن الأموال المملوكة لعناصر الجماعة والذين تم التحفظ عليهم. وفي حال طبعا الوصول إلى هذه الأموال سيتم اتخاذ ذات الإجراءات التي تم اتخاذها في الداخل. أما بالنسبة لأحكام التعويضات، اللجنة إذا قدم إليها حكم قضائي
وكانت مختصمة في هذا الحكم بالإلزام بالتعويض، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا. ستقوم اللجنة طبعا بتنفيذ هذا الحكم باعتبارنا في دولة المؤسسات وفي دولة احترام القانون واحترام الأحكام القضائية. وسبق للجنة وزي ما أعلننا قبل كده أنها قامت بتنفيذ أحد الأحكام التي صدرت بالتعويض بالنسبة للقضية المعروفة إعلاميا بتعذيب أحد الأفراد أو أحد المحامين في ميدان التحرير، وصدر له حكم بالتعويض ب100,000 جنيه، وكان هذا الحكم نهائيا وباتا، وقامت اللجنة فعلا بتنفيذ هذا الحكم وصرف التعويض للمجني عليه. أيمن غازي روزا اليوسف، هو سؤال حضرتك هو بس أنا ليا سؤال على شقين. السؤال الأول، اللجنة تحدثت عن وجود ما يسمى خلايا نائمة في مؤسسات الدولة، وبالتالي حالة الأمر إلى جهات الاختصاص النيابة العامة باعتبار أن النيابة العامة هي القائمة على أمر الدعوة العمومية في المجتمع. هل سيتم الكشف عن هذه الخلايا في جميع المؤسسات، وفي حال الكشف عنها هل سيتم فصلها ولا لا؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، مسألة التعويضات اللي كنت بتكلم عنها، حضرتك كنت من فترة في شهر 8 اللي فات. مسألة ايه حضرتك؟ التعويضات. التعويضات. حضرتك من شهر 8 اللي فات حضرتك تحدثت عن إمكانية أن يذهب كل متضرر إلى اللجنة مباشرة، هل هذا يجوز أو لا يجوز في ظل ما نراه من عمليات إرهابية تتم ضد الوطن؟ شكرا فيك. بالنسبة للشق الأول من السؤال، طبعا طالما الموضوع سيحال إلى النيابة العامة فلا يجوز تناول أي شيء يخص هذه الوقائع، وبنترك الأمر للنيابة العامة وهي صاحبة الشأن في ذلك، في حينه أن هي بتتعامل مع الوقائع التي سنحلها إليها، وبتبقى هي صاحبة الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من سيرد أسمائهم في البلاغ. بالنسبة للشق الثاني، لا يجوز أن يتقدم المتضرر إلى اللجنة مباشرة، لأن التعويض لا يكون إلا بحكم قضائي ملزم للجنة، وبالتالي لا يجوز للفرد المجني عليه مباشرة أن يتقدم إلى اللجنة ويطلب التعويض، لأن مسألة تقدير التعويض دي مسألة تقديرية بترجع للمحكمة، ويجب أن يتقدم المجني عليه بكل ما لديه من مستندات بتثبت حقه في التعويض، وبالتالي لابد من صدور حكم قضائي بالتعويض. أحمد أبو العنين رويترز، هل هناك رقم إجمالي مجمع لحجم الأموال والأصول المتحفظ عليها، وما مصير الأشخاص اللي بيعملوا في المؤسسات اللي تقوم بإدارتها اللجنة حاليا؟ بالنسبة لحجم الأموال زي ما قلنا أن اللجنة قامت بتشكيل لجان من خبراء وزارة العدل لتقييم أصول هذه الممتلكات، وزي ما قلنا حالا دلوقتي أن اللجان انتهت من تقييم المدارس المتحفظ عليها وفي سبيلها إلى تقييم باقي الكيانات التي تم التحفظ عليها. بالنسبة للشق الثاني كنت حضرتك بتسأل في ايه؟ لا طبعا زي ما قلنا، وحتى الآن منذ أن بدأت اللجنة تباشر أعمالها حتى الآن جميع العاملين في الكيانات والمشروعات التي تم التحفظ عليها لم يضار أي عامل أو موظف في هذه الكيانات ومستمرون في العمل، إلا إذا رغب الشخص نفسه في أنه هو يتقدم باستقالته.
إنما لم يضار أي عامل أو موظف في أي مشروع أو كيان من الكيانات التي تم التحفظ عليه. مساء الخير يا فندم. أنا تامر نصرة مراسل قناة العربية. كنت بتساءل حول هل ما توصلتم إليه سيؤدي لمزيد من الملاحقات الخاصة بأفراد أو كيانات تدعم جماعة الإخوان المسلمين؟ علي صوتك بعد إذنك. مرة تانية، هل ما توصلتم إليه سيؤدي إلى مزيد من الملاحقات الخاصة بأفراد أو هيئات اعتبارية أخرى تدعم جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر أو خارجها؟ هذا أول سؤال. السؤال الآخر ربما يعني إذا أردت أن أوجهه للمستشار ياسر أبو الفتوح، فيما يخص يا فندم ما كنت تذكره حول المؤسسات والشركات التي كانت يعني تسعى جماعة الإخوان المسلمين، الشركات التابعة لها، تسعى أن يكون لها حصة رسمية، كيف كان سيتم ذلك بالضبط؟ في يعني ما فهمتش قوي مسألة الاسم المستعار أو الاسم الآخر الذي كانت يعني تطلب الجماعة أن يضمن في تشكيلات في تشكيل الشركة أو في تشكيل إدارة الشركة. لا وضح لي حضرتك بس الشق الأول من السؤال، يعني أنت تقصد إيه بالشق الأول من السؤال؟ ما توصلتم إليه أسماء معينة جديدة؟ هل جدت أسماء؟ هل سيتم مثلا الكشف عن أسماء ممن يدعمون جماعة الإخوان المسلمين داخل مؤسسات الدولة؟ ستتم ملاحقتهم قضائيا؟ إيه بالضبط اللي هيعود على أو إيه اللي هيتغير في الدولة مما تكشف لكم من خلال تلك التقارير أو تلك الوثائق التي درستموها وأعلنتم عنها اليوم؟ وبالذات أن حضرتك كان في أحد هذه الوثائق ذكرت أنكم لن تستطيعوا أن تعرضوا تفاصيلها لأن هذا تمت إحالته بالفعل لجهات تحقيق، فبالتالي نتوقع مثلا ملاحقات أمنية أكثر، ملاحقات يعني ضبطيات قضائية لمن كانوا يتعاملون أو يتعاونون مع الجماعة؟ إيه اللي نتوقعه بالضبط؟ إيه الخطوات القادمة؟ ما أنا قلت لحضرتك أن الوقائع كلها بما فيها من مستندات سيتم إحالتها إلى النيابة العامة لتتخذ شؤونها فيها، والنيابة العامة وشأنها دي مسائل إجراءات اللجنة غير مختصة بيها، سواء الملاحقات القضائية أو الملاحقات الأمنية، كل هذه الأمور خارجة عن اختصاص اللجنة، وإنما تختص بها جهات أخرى زي النيابة العامة والجهات الأمنية وهكذا، فلا دخل للجنة في هذا الشأن. اللجنة بتجهز المستندات من عندها وتتقدم ببلاغ بالنسبة لهذه الوقائع إلى النيابة العامة، والنيابة العامة وشأنها فيما تتخذه من إجراءات. سيد جريدة الأخبار، كنت بسأل على مقرات الإخوان المسلمين. عاوز يقول حضرتك بتسأل عن الشركات الشركات هل يبقى أسماء مستعارة أو والله هو بالنسبة لي من خلال ممارسة اللجنة لعملها والتعامل مع هذه الكيانات فعلا تبين ان المشروعات الاقتصاديه بتاعه الجماعه عباره عن شبكه عنكبوتيه، يعني انت لما تبدا مع الشركه من مؤسسينها لما تيجي تحب تنتهي اليه ما تعرفش، تبص لك دخلت في متاهه، فلان باع لفلان وفلان اجر من فلان وفلان اشترى من فلان، بحيث ان بيحاولوا يتوهوا الشخص في المؤسسات او ملكيه الشركات بتاعته. فطبعا ما فيش شك ان هناك شركات كثيره مستتره باسماء مستتره. خلاص بس عشان نقطه تنظيميه، لان طبعا مش هنقدر نمشي في اسئله الى ما لا نهايه، فهناخد حضرتك بي بي سي هنا من الجانب ده، ناخد الاستاذه وهنقفل على كده لان مش هنقدر نستمر الى النهايه، عندنا توقيت معين. اتفضل يا فندم. جوده عيد جريده الاخبار، كنت بسال على مقرات الاخوان المسلمين اللي كان فيه، هل هناك توصيه للجنه لوزاره الماليه بعرض مقرات الاخوان المسلمين او ممتلكات الاخوان المسلمين في مساد علني؟ هذه جزئيه. الجزئيه الثانيه، كنت بسال على حكم اللي صادر من هيئه قضاء الدوله ب 250 مليون جنيه في تعويض في قضيه اقتحام السجون،
كنت بعرف هل الصيغه التنفيذيه، لان هيئه قضاء الدوله قالت ان الصيغه التنفيذيه اعتقد ان وصلت اللجنه، هل هناك صيغه تنفيذيه بالحكم وصلت اللجنه؟ موقف اللجنه من هذا الحكم رقم ثلاثة. كنت بسال على الاحكام اخر حاجه. لا عشان ندي فرصه لغيره. هو سؤال بس بالنسبه للشق الاول من السؤال بالنسبة للمقرات، كما تعلمون جميعا أو اللي ما يعرفش، في حكم صدر من محكمة القضاء الإداري، وهذا الحكم أصبح نهائيا وباتا بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله ومقراته. وبالتالي تنفيذا لهذا الحكم صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس الوزراء لتنفيذ هذا الحكم، واللجنة حاليا بتعمل على مصادرة أموال وممتلكات حزب الحرية والعدالة ومن بينها المقرات، لتؤول إلى وزارة المالية ممثلة للدولة. بالنسبة لحكم التعويض اللي صادر ب 250 مليون جنيه لوزارة الداخلية، حتى الآن الحكم لم يصل اللجنة، وفي حالة وصول الحكم إلى اللجنة سوف يتم التعامل معه زي ما قلت، من اشتراط أن يكون الحكم نهائيا وباتا ومزيل بالصيغة التنفيذية، وأن يكون اللجنة مختصمة فيه أو في مواجهة اللجنة. بي بي سي. أنا اسمي محمود أبو بكر، بشتغل صحفي في بي بي سي عربي. عندي ثلاث أسئلة محددة. السؤال الأول هو، عندي سؤالين أوكي مش السؤال الأول، إيه هو تأثير الوثائق اللي تم عرضها في بداية المؤتمر على عمل اللجنة نفسها، خصوصا ان بعض هذه الوثائق بالفعل كانت معروفة لنا قبل كده، زي تخفيض سن القضاء، ده امر كان معروف وكان اتناقش في مجلس النواب. واحدة واحدة وضح السؤال بعد اذنك عشان يوصل لغاية. ما هو تأثير عرض هذه الوثائق التي تم عرضها في بداية المؤتمر على عمل اللجنة، خاصة وان بعض هذه الوثائق هي بالفعل كانت معروفة لنا منذ عدة سنوات، مثل محاولة تخفيض سن القضاء. السؤال الثاني هو أنه تم التحفظ على أكثر من 1000 شخص بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم تم رفع التحفظ على 5 أشخاص. ما هو كان المعيار الذي يتم على أساسه تحديد أن يعني ما هو المعيار الذي تم على أساسه رفع التحفظ عن هؤلاء 5 أشخاص وعدم رفعه عن باقي الأشخاص؟ شكرا لك. بالنسبة للشق الأول كان بيسأل عن الوثائق. الفكرة من هذه الوثائق إن كان يعني كل الكلام في الأول كان مجرد كان أن يقال أن هناك إشاعة بأن جماعة الإخوان ستخفض سن القضاء إلى من 70 إلى 60. اليوم أصبح هذا أو أصبحت هذه الإشاعة في حكم المؤكد وبالدليل المادي من خلال المستند اللي تم عرضه عليكم. يعني في مشروع بقانون كانت بتعده الجماعة والحزب بتخفيض سن القضاء، وبالتالي أصبح هذا الأمر أصبح مؤكدا من خلال هذه الوثائق. بالنسبة للشق الثاني من السؤال كان بيسأل عن الخمسة اللي تم رفع التحفظ. المعيار في رفع التحفظ أو في فرض التحفظ هو الحكم الصادر في الدعوة 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة. هذا الحكم هو الذي تعمل اللجنة من خلاله. الحكم قال فرض التحفظ على كل من ينتمي لجماعة الإخوان أو لإحدى مؤسساتها أو لآخر. من خلال هذا الحكم إذا ثبت أن هذا الشخص بينتمي أو لآخر كما ورد في الحكم بيفرض عليه التحفظ، إذا زالت هذه الأسباب بيرفع عن التحفظ. آخر سؤالين نهائي تفضلي حضرتك، ثم سؤال في الجنب ده من وكالة أنباء شينخوا.
كنا عايزين نسأل هل تم التحفظ على أموال وأملاك أفراد جماعة الإخوان المسلمين أم عائلاتهم أيضا؟ أم على إيه؟ على عائلاتهم أيضا. التحفظ حضرتك بيتم على الأموال وليس على الأشخاص، أموالهم وأملاكهم أيضا، الأموال المنقولة والعقارية والسائلة، جميع أنواع الأملاك أو جميع أنواع الأموال التي يملكها الفرد المفروض عليه التحفظ، أما الفرد في حد ذاته فلا يتم التحفظ عليه كشخص. أستاذة تفضل آخر سؤال. صفية حمدي، موقع التحرير، من خلال ما أعلنتم المستندات كان أحد في اللائحة الداخلية للجماعة، ودي بتنص صراحة على أن يبقى في خلط الملكية الخاصة بالمؤسسات والممتلكات، هل ده هيفرق في طريقة عمل اللجنة وتقييمها للأموال وما يتم التحفظ عليه ولا لأ؟ النقطة الثانية، كيف تم التمييز ما بين أي ورقة أو مستند داخل الحزب تم العثور عليه ما أنه مقترح أو مجرد ورقة عادية ممكن تكون موجودة داخل أي حزب، وما بين ان ده مستند إدانة واللي يمكن شفنا احدها في ان هي ما بين مؤسسة الرئاسة واثبت التداخل ما بين الجهات المختلفة؟ بالنسبة للشق الثاني، ما هو زي ما قلنا وزي ما كان السيد الامين العام بيعرض، المستند نفسه عليه الشعار، يا اما شعار الحزب او شعار مكتب الارشاد، وايضا من خلال الاجتماعات اللي عرضنا اللي كانت بتتم ما بين المؤسسات مكتب الإرشاد والحزب والرئاسة وإلى آخره، كل ده ما هو موثق بالمستندات، فدي مش حاجة احمش اللجنة اللي من عندها، وإنما من خلال هذه المستندات بيتبين ما إذا كان ده منسوب للحزب أو لمكتب الإرشاد أو لمؤسسة الرئاسة. نشكركم جميعا. في حاجة تانية حضرتك؟ الجزء الأول الخاص بالخلط ما بين الأموال الخاصة والعامة. شكرا. لا.